أهم ما قاله الرئيس السيسي في هذا المؤتمر. خليني أقول لحضراتكم التصريحات اللي قالها الرئيس في هذا المؤتمر سواء في الوضع الداخلي أو في الوضع الخارجي مهمة جدا. أنت عندك رئيس بيقول أنا مطمئن والاحتياطي النقدي بتاعي اقترب من 35 مليار كما كان قبل ثورة 25 يناير. الرئيس بيقول للناس أنا مطمئن إن الأوضاع الفترة الجاية هتبقى أفضل. الرئيس بيقول للناس ما عندناش مشكلات في التمويل لكن عندي مشكلة في إن يبقى في أفكار تيجي وأقدرها كويس. الرئيس بيقول للناس ده مش أحسن حاجة بعملها لكم في الحماية الاجتماعية لكن على الأقل العجلة تمشي شوية، كل ما يجي لنا موارد كل ما يجي لنا. الرئيس بيقول عن سياسته الخارجية لقد قدمنا للأطراف الدولية أدلة على تورط دول بعينها في رعاية الإرهاب. عشان الناس اللي كانت بتسأل هو قطر دي فجأة كده يعني هل ضبطوها متلبسة؟ مصر تقدم إجابة على هذا السؤال في تصريحات الرئيس السيسي هذا الأسبوع. احنا غايبين قوي يا جماعة، الدولة المصرية كانت غايبة قوي السنين اللي فاتت. الأخت اللي سألت السؤال السيدة فاطمة على دماغي طبعا ما حدش هيخرجك من بيتك ابدا، لكن برضو مش هيبقى مقبول ابدا ان حد يتصدى للدولة. التآمر بين الدول هو اللي دمر منطقتنا. الشباب المجاهدين في الصومال زي بوكو حرام زي انصار بيت المقدس زي داعش كله زي بعض. مطالبنا مشروع، بنقول عدم التدخل ووقف دعم الجماعات المتطرفة. معانا ادلة على هذا الدعم المالي والمادي وحاجات أخرى كثيرة. احنا دلوقتي تقريبا كل يوم من 10 ل 12 عربية جايين من اتجاه الحدود الغربية بيتدمروا. منطقة الشرق الأوسط والمتوسط وأوروبا لن تنعم بالاستقرار أبدا لو ما تمش السيطرة على هذه الآفة. سؤال آخر من الأستاذ لؤي محمد علي من محافظة الشرقية. السؤال، حضرتك وعدتنا أن الظروف الاقتصادية والمعيشية هتتحسن وإننا هنديك فرصة سنتين وبعدين الأمور هتتحسن، وإحنا ما شفناش أي تحسن. يعني إحنا بنطرح الأسئلة كما وردت إلينا يا سيادة الرئيس. طيب يعني ما شفتش أي حاجة خالص. طيب خليني أقول هو دواء مر وقاسي ما فيش كلام، لكن نتائجه إن شاء الله هتبقى كويسة. أنتم في الإعلام محتاجين تشكلوا فوبيا ضد إفشال الدولة. السنتين وما شفناش تحسن. طيب لؤي ماشي. الخيار ده ما فيش غيره. يعني احنا حتى قلنا ان هو كان حتمي. الخيار ده حتمي لابد ان احنا نتحرك فيه ما رضيتش اظلكم الاول. الواقع كان قاسي قوي. حضرتك قلت يا ترى احنا الدعم بيصل لمستحقيه؟ انا بقول لك بمنتهى الوضوح لا، ما بيصلش لمستحقيه. مطمئن. احنا كويسين؟ كويسين. وكل الدنيا دلوقتي عارفه ان احنا بقينا كويسين. عايزكم كده، عايز بلدي كده. مش عايز فيها غلطه. انا هقول للمصريين اوعوا في اي انتخابات هتختاروا بيها رئيس ليكم ما تنزلوش. بس شوفوا ده يوم بيتحدد بيه مصير مصر. فانت ما تستكترش على مصر اليوم ده حتى لو هتقف 10 ساعات. انتوا عايزين تطمنوا على بكره. وانا بقول لكم وانا قلت لكم ان انا عمري ما هبيع لكم الوهم ابدا ولا اقول كلام مش حقيقي ابدا ان شاء الله. تقديري انا لا، احنا ماشيين كويس قوي قوي. اوعى تقيسوا الموضوع باسعار بس. بكره بفضل الله احسن. شكرا لك يا سيادة الرئيس. بتطرح الاسئله وبيجاوب الرئيس وهذه هي اجاباته. كان في طبعا كان في الجزء الخاص بيسال الرئيس وطرحت فيه بالمناسبه المره دي والمره اللي فاتت برضه في مؤتمر الاسماعيليه طرحت اسئله صريحه للغايه. الناس بتقول هي صريحه بس يعني تحت السيطره. يعني خلينا نتكلم في حكايه تحت السيطره دي، بس خلونا الاول في ان اسئله من اللي احنا بنفكر فيها كمواطنين.